تقرز فيه تقرز تيتواني وتتحاجر اللي هو اصل ديالو جزائري. العمامه اللي معروفه بها الوجده هذا الرزات يجيو من الجزائر القدام، وهذا المصطلح اللي هو نص جزائري، شنا هو نص جزائري او شنا هي الخياطه ديال النص الجزائري؟ هذه الخياطه هذه ما ديموداتش، ما تديموداش وتنضم، ما تتمشيش، ديما تتبقى، وخياطه رائعه، وخياطه شي حاجه. شنا هي هاد النص الجزائري؟ هي الضفيره. ملي ولا بغينا نكملوا هاد الجزائري ترجع الجزائري، تنزيدوا هاد الضفيره وجوج طراسن، يعني تيولوا عندنا جوج ضفاير تريسنات، ومن الاحسن يكونوا تريسنات رقاق تجي رائعه. اذا النص الجزائري هي ضفيره، ولا كانوا جوج ضفاير تتسمى جزائري. هذه هي معلومات اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لا ميوزيك غناتي الجيريان، لا ميوزيك كلاسيك الجيريان. قدم جمعيه تاسست سنه 1921، كان اسمها الجمعيه الاندلسيه، واسسها محمد بن اسماعيل اللي جا من تلمسان الى وجده لغرض التدريس. بالنسبه للمغاربه، تسميه هذا التراث بجزيري هو ناتج عن تاثير الجزائر في المغرب، تأثير الجزائر في المغرب من خلال بعض المعلمين الذين كانوا يتوافدون على المغرب، وخصوصا من تلمسان. والموسيقى الأندلسية الجزائرية الزعيرية العراقية بسبب الأمهوك يبيو سيديري الموسيقى الجزائرية. يوم بلوس دو سان هما كيغنيو الملحون كثر منا حنا، هما مازال كيوزعوه وكيديروا بزاف. Grand échange بين الجزائر والمغرب. على إثر الاحتلال الفرنسي للجزائر، هاجر عدد من الجزائريين إلى المغرب بحثا عن الحرية، فنقلوا معهم ألوان الطرب الجزائري، واستطاعوا نشره بين الهواة، بل تعليمه لكثير من محترفي الموسيقى بالمغرب. لم يمضي من الوقت غير اليسير حتى ظهر من بين المغاربة من أصبح يجيد الطرب الغرناطي إنشادا وعزفا. بعض المشايخ كانوا يأتون من تلمسان إلى مدينة وجدة لإحياء السهرات. هذا الوجود نتاع هذا التراث في مدينة وجدة هما العائلات الجزائرية اللي متواجدين بكثرة بكثرة هنا في وجدة. دونك هاد العائلات هما اللي نقلوا لنا هذا التراث اللي حنا كنقولوا غرناطي، ما الأصل ديالو غادي نسميوه أندلسي جزائري. حنا باسكو اوني بروشي بتي بو دو لالجيرو غير الكلمات بحال دابا نقولو ملي كنشوف انا شي كلمه الجيريان كنردها كنحيدها كنديرها مغربيه كنديرها مغربيه بالدارجه مغربيه كنديرها بالدارجه ديالنا باش يفهموها انا لحقاش. والجزائريين وكانوا كيجيو من الجزائر ديك الاغاني كيجيو المغرب بحال دور بها الشيباني ولا بحال على الليل لالي ما كانش الشعبي ما كانش مولوعه بالراي جزائري يعني واخا مغربي مجدى نعترف بلي الراي من الجزائر والراي كيتغنى باللهجه الجزائريه. اللهجه ديال الراي الجزائريه سي توت افي نورمال باسكو لو راي كيتغنى باللهجه الجزائريه. تي تي في دي دو راي الجزائري تريك سي وي مي اون جامي دي كو سيتي با دو راي الجزائري جامي دي الكونترير. الراي اغنيه جزائريه. البكبوكه الاصل ديالها ماشي مغربي، وخا تميزت بها المنطقة الشرقية إلا أنها ماشي مغربية. إذا الجزائريين هما اللي مروها لنا بحكم أننا حنايا منطقة حدودية مع الجزائر. عزيز عليهم واحد الماكلة اللي دخلت لنا حنا من الجزائر تسمى البكبوكة. دابا غادي نشوفوا هذا النوع ديال الحلوى. البقلاوة. أييه بقلاوة أكلة هذه دخلت من الجزائر. نعم. من بنغازي الجزائريين هما اللي جابوها لتطوان. ايه ساهل محيط القطايف انا نعملها، محيط المطبخ المغربي فيه القطايف، محيط المهاجرين الجزائريين اللي جابوا لنا القطايف في عام 1730 في مدينه العرائش، ودخلوا العجين تاع البسطيله اللي يسموه دركا ديولومنا، محيط حنا تعلمنا هذا الشيء من عند الجزائريين. هذا قطانك محلول، هذه القطعه زوينه، هذه لا بارتي او دومين بوبليك، يعني علاش الاصل ديالها هي من الجزائر. نعم كيقول لك فلان حافظ القصيده الفلانيه راه عاد جا مهران ولا جا تلمسان ولا هذا
خصك تعرض له وتجيبه للدار وتعمل له العرضه وتجلسه وتاكله وتشربه وتسكنه لا يكون يعطيك الكلام ويدور معاك القصيده. الوليد مع شحال يعني اللي كانوا المهمين تزير جاو عندنا الفاس والوليد ولا عرض عليهم عبد الكريم داني حيث باش تعلم ما كاين حتى شي مويه ما كاين لا في الراديو ولا والو. خصك هذاك اللي حافظ القصيده ولا اللي كتب القصيده تعرض عليه وتعمل له سيدي ومولاي باش لا يكون يهديه الله في ثلاثة ولا في أربعة الصباح عاد يقول لك واجي يلا واجي حدايا ولا جلس حدايا أنا غنعطيك صافي غنعطيك الكادو ديالي هذاك الكادو. مصطفى السكندراني ولا مع عبد الغني بن القايد اللي كان لوبيغا دالجي ورينا لهم الفن ديالنا ورينا لهم اش كان سواو في الفن اللي ديالهم هو في الأصل. كوكو هو الخفتان عنده جذور وأصول تركية فارسية ومن بعد من جاءوا العثمانيين للجزائر ودخلوا أولا للجزائر قبل ما يدخلوا المغرب ومن بعد وصل لي نحن من بعد. من أين أتى القفطان إلى المغرب لنشاهد؟ مرور الزمن ومع الاستعمار ديال لي ترك لليجبت للجزائر دخلتنا الثقافه ديال القفطان. بزاف ديال العائلات التركيه اللي كانت عايشه في الجزائر كانت هاجرت في الاحتلال الفرنسي للجزائر للمغرب واستقرت في تطوان. فتطوان كجبروا فيها بزاف ديال العادات عثمانيه وتقاليد عثمانيه كتجسد بالخصوص في الطرز ديال بحيث ان القفطان الاصل ديالو الاصل كيرجع للتركيين يعني والترك يعني هما دازوا من الجزائر مخيطه بالجزائري. يبدو ان المذهب الغرناطي القائم بمدينه وجده تسرب اليها من تلمسان وذلك لأنه لم يثبت تاريخيا وجود عناصر أندلسية هجرت مباشرة إلى وجدة اللهم ألا أن تكون مجازا عبرته وهي في طريقها إلى تلمسان. الجزائر الموسيقى الغرناطية اللي احنا بصدد أننا شاء الله غنحكيو عليها كذلك قدوم بعد الجزائريين بعد العائلات الجزائرية المدينة الرباط العائلة بن غربيت تماما محمد بن غبريت فعلا كان له دور كبير في نشر الطرب الغرناطي. aujourd'hui c'est de la musique غرناطي c'est de la musique on peut dire un peu algérienne un peu algérienne mais bien sûr parce que le Maroc est connu pour quoi. المدرسة اللي معروفة في وجدة هي المدرسة التلمسانية نظرا لقرب الجزائر خاصة كانت يعني ما كتبعدش بزاف على تلمسان كتعرفي ان تلمسان ووجدة بيناتهم 60 كيلومتر يعني مسافة قصيرة وكان في وقت في عهد الاستعمار كانوا ينشطوا في هذه الجمعية الأندلسية اللي كانوا كيجيو من فنانين من تلمسان ويتلاقوا بفنانين تاع وجدة وكيديروا بيناتهم يعني تدارب الفرنسيين غادي يقرروا في 1921 يجيبوا هذاك بوجمع العمل اللي هو قبائلي جزائري في الاصل ولكن فنان مهم وغادي يقول لي سير اختار في المغرب شنو هي المنطقه اللي يمكن اللي فيها الخزف واللي يمكن تساعد على الانقاذ ديالو غادي يختار اسفي وغادي يدار مدرسه وهذه المدرسه ديال اسفي هي اللي غادي تخرج منها هذه الفنون بحال هذا النوع اللي ما بقاش تيدار اليوم لا من حيث الشكل ولا من حيث الاتقان ولا من حيث الالوان او غيرها. وجده هي خليط من الحضارات وخليط من التقاليد ورياح جايه من الجاره الجزائر عبير من الموسيقى المتنوعه خليط من الرقاده من الطرب الغرناطي من الراي. بعد دوزتي اللبسه ديال الكراكو كراكو عندكم نتوما ضروري في العز ضروري بالنسبه للعماليه اللي درتي يعني كانت اللبسه فيها لبسه عاوتاني متميزه هذه اللبسه عندها انسبيراسيون من الجزائر طبعا من اي مدينه هذيك الاصل ديال هذيك اللبسه تلمسانيه تلمسانيه فالحدود الثقافيه
لا تعترف بالحدود السياسية. كما يبدو أن تأثير الأندلس والحضارة العثمانية التي حكمت الجزائر ثلاثة قرون تركت بصماتها في الموروث الثقافي الجزائري الذي انتقل إلى المغرب بحكم الجوار، ويظهر هذا التأثير بجلاء في الزي والحلي. في الطلة الأولى ترتدي العروس الزي التلمساني، ويزين رأسها بما يعرف بالشدة التلمسانية. المدعوات أيضا يحرصن على ارتداء فساتين جميلة تتشابه مع أزياء الغرب الجزائري، أشهرها الكراكو والزي الوهراني والزي القسطنطيني. وتضعن على جبينهن خيط الروح المرصع بالأحجار الكريمة وكرفاش أبو الحية. والآن جاء دور الفستان القسطنطيني. يعتبر الزي القسطنطيني من أفخر الأزياء التي تسعى كل عروس امتلاكها.